أهلا وسهلا، عدنا إليكم نكمل السلسلة الجديدة من العلاوات العائلية. اليوم راح يكون الدرس الخامس، العلاوة رقم 5. شو هي الأوراق الثبوتية اللازمة والمطلوبة منك أنت كمعلمة كموظفة عند تقدم الطلب العلاوة العائلية لعدم قدرة الزوج على العمل، يعني مقعد أو عجز الزوج؟ بتجيبي هاي الأوراق، معروف زي كل مرة، كتاب تغطية من المدرسة مختوم بختم المدرسة وموقع من قبل مدير المدرسة، استدعاء خطي موجه باسم عطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية حتى نرفعها للوزارة، يتضمن تاريخ تقديم الطلب وتوقيع صاحب العلاقة على الاستدعاء، لازم صورة مصدقة عن دفتر العائلة تظهر فيها اسم الزوج والزوجة وكافة أسماء الأولاد والأطفال والرقم الوطني لكل منهم وواضحة، صورة مصدقة عن شهادة الميلاد للزوج للزوجة ولكل كل واحد مسجل في دفتر العائلة، صورة مصدقة عن شهادة الميلاد لكل من الزوج والزوجة عفوا، صورة مصدقة عن حجة الإعالة للأولاد أو النسخة الأصلية من المحكمة وليست إعلان حكم بالحضانة أو وصاية. طبعا حجة الإعالة لما تروح على المحكمة تأخذ معك 2 شهاد، لأن القاضي راح يسأل 2، تعرف الموظفة؟ أعرفها. شو بتقرب لك؟ جارتي، قرابتي، بنت خالتي، كذا. سؤال سؤالين بيعطوها حتى ايش ياكد على كلامهم ويعطوهم حجه الاعاده من اي محكمه شرعيه. احضار تقرير طبي حديث من اللجنه الطبيه المختصه يفيد درجه العجز لدى الزوج وعدم مقدرته على العمل. طبعا من وزاره الصحه، ما تجيبها من مستشفى خاص، لا، من وزاره الصحه. في حال عجز الزوج على المعلمة أو الموظفة مراجعة وزارة التربية والتعليم ليتم تزويدها بكتاب لعرض الزوج على اللجان الطبية المختصة. إذا أنت جبت كتاب من اللجان الطبية بتغني عن هاي. كذلك لاستمرار صرف العلاوة العائلية يجب تجديد حجة الإعالة سنويا وتزويد الوزارة بها، وبخلاف ذلك سيتم وقف صرف العلاوة العائلية لمن تتقاضاها بسبب الإعالة لأبنائها. طبعا هاي النقطة اللي بعرفه أنا إنه بيضل يعطوك حجة الإعالة ل20 دينار لحتى آخر طفل يكون لديك طبق العمر 18 سنة. سيتم صرف العلاوة العائلية للمعلمات والموظفات، الأرملة، المطلقة، المعيلة لأبنائها، زوجها مقعد، من تاريخ تقديم الطلب للحصول على العلاوة العائلية. وقت انت قدمت الطلب على الاستدعاء كذا ورفض، بحسبوا لك اياها من تاريخها. في ناس بقول لك انا مستحيه احكي ان انا متارمله وطلق، لا يا عمي هذا حقوقك، انت لازم تكوني على اطلاع فيها. هاي 20 دينار انت اولى فيها، هذا حق بدون حياء. بتجهزي هالاوراق وترفعيها للتربيه. ضرورة إبلاغ وزارة التربية والتعليم خطيا مداعما بالوثائق الرسمية في حال زواج الأرملة زائد زواج المطلقة، عشان إيش؟ وقفوا 20 ليرة، إذا تزوجتي راحت عليك 20 ليرة. فأتمنى من الجميع لا حدا يستحي ولا شيء، هذا موضوع حساس وموضوع مهم. كثير عندنا حالات مطلقات وأرامل ما بيعرفوا هذا الموضوع. حتى تحصل على العلاوة لازم يجيب هاي الأوراق، ترفقها مع بعض مع كتاب تغطية للمدرسة، ترسلها لموظف في شؤون الموظفين بيجي معهم بحولهم على الطباعة وبعطيك الكتاب باليد أو ببعثه بالبريد للوزارة لحتى يتم صرف العلاوة العائلية اللي هي خاصة لكم. الجميع يا ريت تعملوا متابعة ومشاركة لقناتي اسمها التقارير السنوية كافة، هذه حتى يوصلكم كل إشي جديد، ويا ريت تخلوا الجميع يعرف ويطلع على هاي المعلومات. شكرا لكم.